السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن نعمل ووك ثرو بشكل كويس جدا من خلال أداة اسمها ووك ثرو 3D بول اوبن. بيقول لي سيف الشكل دوت، هسميه مثلا 1 2 3. عايز سيف فين؟ سيفه مثلا على الديسكتوب. اوكي رن، فبيبدأ يجهز لك الحاجة دي بحيث ان انت تشوفها بشكل انتراكتيف متفاعل اكتر. تمام، يعني هو في ووكس رو بيتعمل في الريفت بس انت بتقعد تحدد المسار وبعد كده تعمل رن للحاجة. لا، هنشوف حاجة اقوى بكتير دلوقتي. فبيبدأ يقول لي اختار الجرافيكس اللي هنشتغل عليه، اختار الكواليتي، ممكن تختار حاجة بسيطة، ممكن تختار حاجة سريعة، الشاشة لو في اكتر من شاشة، الانبوت. فبقول له بلاي. لاحظ كلمة بلاي، يعني هندخل نلعب. تمام، فهتبقى مستمتع، مفيش الحاجات الصعبة. هو فتح لي حاجة تبع اليونيتي. اليونيتي دي شركة قوية جدا متخصصة في شغل الألعاب. فأنا هقول له أوبشن قبل ما أقول له بلاي، أختار بقى النهار ليل زي ما أنت عايز. شايف بكل سهولة، مجرد بس بتحرك كده بيحدد لك الشمس هتبقى عاملة إزاي. تمام، طيب ممكن تحدد الـ day night duration كم ثانية. طيب ممكن تقول له مثلا عايزها 90 مثلا زي ما انت عايز. طيب البوزيشن بتاع الشمس، طب عايز يبقى فيه صوت ولا لأ؟ طب الويزر، عايز يبقى فيه مطرة ولا لأ؟ أنا بحب المطرة وكوباية قهوة كده وبتاع. طيب عايز يبقى فيه ضباب ولا لأ؟ تمام، الكلاود، كل الكلام ده هيبقى معانا لما نخرج بره المبنى. اللايتنج، عايز اللايتنج تبقى مفعلة ولا زي ما انت عايز. الجراوند، طيب خلي الحاجة زي ما هي. تمام، وهطفي واقول له بقى ايه العب. بص بقى، انا هلعب بقى بحرف الدبليو كأن انا بمشي اهوت. تمام، واخد بالك من الجمال بتاع اللعبة ديت. تمام، وخلي بالك هو فاهم الابواب، يعني لو انا جيت اخرج من الحيطة هيرفض، يقول لا ده حيطة مش هينفع نعدي فيها، بس لو باب هينفع. تمام تمام لو اي حاجه من الحاجات دي بتعرفها انها باب هيخليك تعدي منها. طب لو في سلم، عيش مع نفسك بقى. طيب خلينا ندخل الباب دوت، هتلاقي نفسك تدخل الباب عادي. تمام، انا كده نطيت، كان في باب مفتوح على بره فانا نطيت منه، بدوس مسطرة عشان انط، كأنك في لعبة بالظبط. تمام، فأتمنى ان انتوا تستمتعوا بيها ان شاء الله.